تختتم بعد قليل بحي القلعة بالقاهرة فعالية مهرجان الطبول في دورته التاسعة، والذي شاركت في فعالياته 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، تحياتي لك. تنقل لنا وللمشاهدين فعاليات حفل ختام المهرجان وتفاعل الحضور من الجمهور. نعم إلهام، بعد التحية يعني ليلة ختامية مختلفة عن كل ليالي مهرجان الطبول في نسخته التاسعة. اليوم هي ليلة يعني شهدنا فيها الإقبال التاريخي بمعنى الكلمة للجماهير. كنا قد رصدنا في الأيام السابقة والفعاليات السابقة إقبال الجماهير على كل المسارح المختلفة في الأماكن التراثية والتاريخية، لكن اليوم الإقبال فاق كل التوقعات. نتحدث عن الآلاف داخل مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بدأوا في التوافد إلى القلعة منذ 4 عصرا، مع العلم أن الفعاليات بدأت في 8 مساء. اليوم الفنان انتصار عبد الفتاح، الدكتور انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان، يقدم ورشة فنية دولية جميلة جدا في تناغم ثقافي بين مختلف الشعوب والفرق الموسيقية التي تشعل المسرح الآن، وهناك تفاعل قوي وكبير بين الجمهور والفرق المشاركة. لعلك تري من خلف الجماهير والإقبال الجماهيري يحجب الرؤية عن المسرح وعن الفرق الموجودة، وهذا دليل على نجاح المهرجان الذي رسم البهجة والفرحة على وجوه الجماهير المشاركة، وقدم رسالة سلام للعالم من هنا من قلب البلد، الحضارة والسلام والتاريخ. اليوم أيضا حفل الختام شهد حضور كبير من بعض الشخصيات الهامة والممثلة عن الدول المشاركة، منها دولة جنوب السودان والأردن. هناك أيضا تكريمات لعدد من الفنانين، منهم الفنان الأردني الراحل عبد موسى، وأيضا الموسيقار الفنان سيد درويش. الجميع عبر عن شكره وامتنانه لمصر لرعايتهم لطبعا هذا المهرجان في نسخته التاسعة. ليلة جميلة رسمت على وجوه المشاركين من الفرحة والبهجة. الآن عودة إليكم مرة أخرى. ليلة جميلة أكيد محمود في للثقافة المصرية والأفريقية والعربية. جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل.